مواكبه للتنميه الاقتصاديه والسياحيه التي تشهدها ولايه تندوف تزامنا مع استغلال منجم غار جبيلات ونشاط فتح المعبر الحدودي البري مع الجاره الشقيقه موريتانيا والتوجه للسياحه الصحراويه تدعم القطاع السياحي بعدد من الفنادق المختلفه التصنيف. مرافقه عدد كبير من المستثمرين للان بعد ما كان عدد الفنادق على مستوى لا فندقين او ثلاث الان رحنا استلمنا ثلاث فنادق راهي تنشط بكامل يعني المواصفات الفندقيه الراقيه اخترت توجه للاستثمار في مجال الفندقه بسبب التوجه الجديد والتنميه التي ستشهدها ولايه تيندوف وما تنجر من مقومات سياحيه واقتصاديه هامه مثل السياحه الصحراويه. كما ستتدعم المرافق السياحيه بفنادق اخرى طور الانجاز منها من وصلت نسبه الانجاز 80% ومنها 70%. قمنا بانجاز هذا المشروع في حي من احياء مدينه يندوف القديمه وهو حي الرمادين بسعه 120 سرير على اساس ان هناك شراكه بين صندوق الولايه للاستثمار الاشغال متقدمه بنسبه 70% وننتظر صب المساهمه صندوق الولاية توجهنا احنا لهذا الكرينو هذا اللي هو الفنادق لي باش نضيفوا لولايه تندوف أه النقص اللي راه كاين فيها فيما يخص الاستقبال ولا سيما تعرفوا اللي تندفت فتحت على 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 غرب افريقيا وتفتح لنا الممر نتاع الجزائر دوله موريتانيا مرافق سياحية من شأنها تعزيز قدرات منشآت الاستقبال التي كانت تسجل نقصا بولاية تندوف وتوفر هياكل الإيواء والإطعام التي ترافق التنمية الاقتصادية والسياحية